السلام عليكم، معكم أخوكم عمر من قناة أوشو. حياكم الله اليوم في لعبة روكت ليج. طبعا قبل لا نبدأ حاب أشكركم على وصولنا إلى 3000 مشترك، يعطيكم ألف عافية. وصلنا إلى هذا الرقم بفضل الله وحده سبحانه وتعالى، ثم فضل جهودكم ودعمكم لي. أتمنى أنكم تستمرون في دعمي وإن شاء الله نوصل إلى أرقام أكبر. طبعا في ناس طلبوا مني لعبة فورتنايت، راح إن شاء الله نلعب فورتنايت. طبعا راح نسويها بث مباشر ولكن مو بالآن، أبيكم تصبرون علي شوي لأني طلبت أدوات إن شاء الله راح توصلني قريب بإذن الله. إذا وصلت راح تصورها فيس كام ونلعب مع المشتركين، وراح أحط لكم حسابي في مربع الوصف اللي حاب يضيفني وحاب يلعب معي أي لعبة إن شاء الله نلعب سوا. أترككم مع المقطع ولا تنسون الاشتراك في القناة. يعطيكم العافية، سلام. قول له عليك والله جابها. اوف 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 اوف، دمرنا والله. يلا خش عليه، بس هو قال جبت التعادل. يلخ جابها في نفسه، بس بس خلاص فزنا. اوف اوف، لا عاد روقنا، عاد وش اللي ذا لازق مين ستة ودخليني جيم. يلا يا وحش كفو، مع ان الجيم خسران بس يلا نلعب. شو كيف؟ بس ولعن ام الجول كفو. شوت يلا. بس هو جول، هو جول، يجي أدب. خلاص انتهت. هو قول يا علي، الله عليك والله يدرس. شوف يو. يو يا وحش، عفو عليك.